بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم في درس بسيط جدا عن الاهتمام بأسنان الجنين. طبعا تبدأ الأسنان بالتشكل في مرحلة مبكرة من حياة يعني من الحياة الجنينية، وتبدأ الأسنان اللينة بالتكلس خلال الشهر الرابع من الحمل. لذلك فإن العناية بأسنان الطفل يجب أن تبدأ منذ بداية الحمل، ويكون ذلك يعني من خلال الاهتمام بتغذية الأم الحامل. طبعا يجب أن يحتوي غذاء الحامل على المواد الأساسية مثل الدسم والبروتين والمعادن الضرورية يعني لبناء الجسم بشكل عام، وكذلك وجود الفيتامينات التي لها أهمية خاصة في تشكيل الأسنان ونموها. ويجب استشارة الطبيب بخصوص نوعية الغذاء ونوعية المعادن التي تأخذها الحامل. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليب، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.